يشكل العنف ظاهرة عبر امتداد العصور وبأشكال مختلفة. ومن أجل تسليط الضوء على هذه القضية، عقد مركز الدراسات النسوية ورشة عمل بعنوان فلسطينيات في دائرة العنف وبمشاركة نسوية في فندق السيزر في مدينة رام الله. اليوم احنا بالورشة راح يتم العمل على إلقاء الضوء على بعض القصص لحكاية عن نساء فلسطينيات تم ممارسة العنف ضدهن سواء بالضفة الغربية أو بالقطاع. العنف هذا سواء اللي كان ناتج عن الممارسات التمييزية في مجال القوانين، أو العنف الناتج عن تطبيق القوانين، أو بسبب العنف الاجتماعي أو الاقتصادي، أو العنف بكافة أشكاله اللي بيتم ممارسته عليهن. وهون اليوم اللي هو راح يكون سماع أصواتهم هم، مش تحليلنا ولا فلسفتنا ولا رؤيتنا راح تكون موجودة بالموضوع. قصص توثيقية من واقع نساء فلسطينيات ما بين العنف والسياسات التمييزية في الضفة وغزة عرضت خلال هذه الورشة. وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن 29% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج في الضفة تعرضن للعنف، أما في غزة قد بلغت النسبة 51%. ناتج عن السياسات الإسرائيلية المطبقة بالواقع، ممكن نرجح لعدة أسباب. في البداية اللي هي الطبيعة أو المنظومة البطريركية الأبوية والتعامل مع المرأة كشخص ناقص الأهلية، كشخص ما بيمتلك القدرات أو الإمكانيات. في البداية إحنا ممكن نركز اللي هو المنظور الثقافي أو العادات والتقاليد اللي ممكن تحجم النساء وتقل من مشاركتها سواء بكافة المجالات. العنف من جهة قانونية هو ممارسة غير مشروعة، ففي غزة يطبق القانون المصري وفي الضفة القانون الأردني، ولابد لنا من السؤال حول الطرق القانونية في التعامل مع العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله في ظل وجود مشروع قانون. في العنف بتزايد بفلسطين عنا، والجريمة عمالها بتزداد، وعنا القانون بده تغيير لأنه القوانين عنا مستمدة من القانون الأردني للأسف لسه عام 1960. في مشروع قانون عقوبات فلسطيني، للأسف إنه هناك بعض الثغرات القانونية في القانون، بنحاول إنه نتجاوز هاي الثغرات القانونية في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني. يتخذ العنف في فلسطين أشكالاً مختلفة لا تختلف بمسمياتها الأساسية عن تلك الممارسة في بقاع العالم الأخرى، ويبقى الاختلاف أحياناً في بعض التفاصيل والتي تتقاطع مع الثقافة الشعبية السائدة من جهة، ومع الظروف السياسية والاقتصادية من جهة أخرى. بلهجتهن تكلموا وبأصواتهن عبروا بصرخة عبر أفلام وثقت حياتهن نساء فلسطينيات تعرضن للعنف، التي باتت تشكل ظاهرة تهدد كيان المجتمع الفلسطيني. من مدينة رام الله، فرح زحالقة، تلفزيون القدس. القدس.com